الشعب السوري ثائر يطالب بحريته. الشعب السوري دفع ثمنا مرعبا، التراجع إلى الوراء مستحيل، التطور تجاه توطيد ديمقراطية في سوريا شيء أكيد. السوريون بطبيعتهم جيران، إخوة، مجتمع تناغمي، فسيفساء حضري رائع، يعانون الآن بمحنة قاسية جدا تكاد تخرب هالتآخي التقليدي الصحيح السابق بكثير، النظام البعث وبيت آل الأسد. عدم سقوط النظام يوطد الحرب الأهلية على الأرض، مما يجعل مستحيلا للمسيحيين البقاء في سوريا. أنا روحي في سوريا أنت ترى جثة تمشي بلا روح، كل شوق إلى الحق روحي في داخل البلد. التغيير قادم، يعود إن شاء الله الشعب السوري إلى حضرته الحقيقية.